طيب بقول لك ايه، في عندنا اسئله كتير. فريق سعد صفا طبعا سجلها للناس في الشارع، فتحبي نبتدي نشوف شويه من الاسئله بتاعه الجمهور اللي بيحبك برضو قابلنا في الشارع؟ او يا ريت. طب يا ريت اتفضل المخرج يورينا الاسئله. دام فيفا عبده في الرأس، يعني هي ابدعت الموضوع ده من حيث الاداء، وانا بسالها يعني يا ترى هي اتعلمته يعني في البيت ولا في مدرسة ولا هي أبدعته منها نفسها يعني كفنانة يعني؟ وهل يا ترى الأجور اللي هي بتتقاضاها عن حفلة خاصة أو حفلة عامة أو فرح بيكون هو نفس الأجر بتاع الفرح، هو نفس أجر الحفلة، هو نفس أجر الحفلة الخاصة، ولا بيكون مختلف يعني؟ عايزك ساعة صفا وعايز اتجوز ولا تقول اذا كنت عاوزني فرح يمكن هو عاوز يتجوز يسر او حاجه. الرقص انا اتعلمته اولا، ده ما اتعلمش لان ده موهبه. صحيح. انا اولا اذا كنت انا ما كنتش لسه كملت دراستي في المدرسه، ما كانش في وقت ان انا اتعلم اي حاجه في الدنيا. فبالنسبه لي ان الرقص موهبه مش تعليم، ولكن تعلمته بالعين من الراقصات اللي بيقدموا زي مدام تحيه كاروكا، مدام سميه جمال، مدام نعيمه عاكف، من خلال السينما. كان في لا فيش تلفزيون ولا فيش اي حاجه ايام ما اشتغلت. فكان بالنسبه لي كان السينما هي اللي كانت ممكن اروح اتفرج مع امي في كتكات في مبيده. كان في سينما بروح اتفرج فيها. دي كنت ببقى نفسي مشدوده ومش عارفه انا مشدوده لايه، يعني حاسه ان انا مش قاعده طبيعيه، لكن ايه اللي كان جوايا انا مش عارفه لان كنت طفله. يمكن دلوقتي ابتديت تجمع يعني ده إيه، اجمع ايه اللي كان فيا، ان فيا بحب الرقص جدا. بحبه مش بايدي. مع ان تعبني جدا وتعب حياتي وتعب ولادي، لكن انا بحبه قوي مش بايدي. نص السؤال الثاني بقى، نص السؤال الثاني ان انا بتقاضى ايه؟ طبعا لو قلت لك ان الحفلات اذا كانت في حفله بيبقى الفرح لانه بيجيب بيتكلف كتير جدا على صاحب الفرح. اذا كان دلوقتي انا بتكلم دلوقتي، طبعا دلوقتي ما فيش افراح وقلت جدا لاني بتتكلف جامد جدا. النهارده الناس بقت عشان خاطر توفر من كتر الغلو ان الناس بقت تجيب كاستات ويرقصوا عليها، وما بقوش يجيبوا لا فيفا عبده ولا اي حد كتر ما الفرح ريحك بقى يعني. يعني خلينا ارقص في الافلام بقى وارقص، يعني اذا كان فرح يستدعي ان انا اروح فبروح، لكن هو اجر لو فرح زي الحفله زي اي حاجه.